للطالب بالحصول على درجة الدكتوراه من إنجاز إلى آخر، ومن اجتهاد إلى تفوق، وصولا إلى هذه اللحظة، اللحظة المنتظرة للطلبة، لحظة التخرج. حصول محمد العازمي على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية. منحت درجة الدكتوراه عن طريق نشر التميز العلمي، اللي هو مجرد أنه ينشر الباحث أو طالب الدكتوراه بحثين علميين يحق له منح الدرجة بشكل رسمي. فاليوم الحمد لله كانت عرض نتائج هذه الأبحاث، متمني من الله التوفيق والتيسير في قادم الأيام، وتشرفت في أني أكون أول سعودي يحصل على هذه الدرجة من الجامعات المصرية. من الطلبة السعوديين المتميزين الحقيقة أحضر بتكليف من سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، اللي الحقيقة يحرص على تقديم الدعم لأبناء الطلبة. يوم عرس في جامعة اسكندرية وفخر لنا بخريج أول سعودي يحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة الاسكندرية ويمكن من جمهورية مصر العربية كلها. قدم العازمي في البداية شرحا مبسطا لرسالة الدكتوراه التي تتحدث عن دور البلورات السائلة في تطبيقات مبتكرة وجديدة في مقدمتها الأمراض السرطانية وتخزين الضوء كطاقة. أول طالب سعودي بالكيمياء العضوية، وجينا لنشر بحاثه، وحنا فرحانين فيه، وحنا داعمين له بكل شيء. نهني أنفسنا ونهني محمد بمناسبة هذا الإنجاز الطيب، ونسأل الله له التوفيق والنجاح. العازمي نشرت له 4 أبحاث خاصة بالدكتوراه في كبرى المجلات العلمية الدولية، ليصبح عضوا في الجمعية الأمريكية الدولية، حتى وصل في النهاية إلى تلك الدرجة العلمية. لقناة الإخبارية، محمد عبد الحكم، الإسكندرية.